بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو المخصص للتلاميذ سنة أولى ابتدائي. إذا بعد ما قمنا بسلسلة من المراجعات والتقويمات نرجع لدروسنا، لأن الدروس هي الأساس. إذا اليوم بحول الله مباراة في كرة القدم، نص جديد ومقطع جديد كالعادة. راح نقرأ النص، التلاميذ يستمعوا، تركوا لهم المجال كل مرة حين تطفئوا الجهاز، وتركوا لهم المجال أنهم يجاوبوا بعد ما أطرح السؤال. ثم عندنا ورقة عمل خفيفة لحرف القاف. إذا ماذا لدينا؟ أبدأ القراءة. مباراة في كرة القدم. نظمت مدرستنا مباراة في كرة القدم بين الأقسام. ذهب أحمد مع أصدقائه إلى الملعب رفقة الأستاذ، وكان كل فريق يتكون من 6 لاعبين. وبعد الاستماع للنشيد الوطني، أخذ كل لاعب مكانه. وضع الحكم الكرة وسط الملعب وأعلن بداية المباراة. بدأ اللاعبون يجرون وراء الكرة. رأى بلال أحمد أمامه فصوب الكرة نحوه. أخذ أحمد الكرة ثم ركلها ركلة صاروخية، فتصدى لها الحارس بلال. خسارة، كدت تسجل هدفا لولا مهارة الحارس. إذن هذا هو النص، بسيط وسهل. إذن ماذا نظمت المدرسة؟ أجيبوا. إذن مع من ذهب أحمد إلى الملعب؟ أيضا اتركوا يجاوبوا جواب كامل. إذن نقول ذهب أحمد مع من؟ مع أصدقائه. ما قلناش مثلا لو الطفل يجيب يقول لي مع أصدقائه، نعاود له أنا الجواب كامل. قلنا به نعلموهم الحديث باللغة العربية ونعلموهم أيضا تعبير شفهي. إذا ذهب أحمد مع أصدقائه إلى الملعب، يقدر يقول لك ومع الأستاذ، ومعهم الأستاذ. إذا من كم يتكون، ما هو عدد لاعبي كل فريق؟ ما هو عدد لاعبي أو اللاعبين في كل فريق؟ عددهم هل هو 8 أو 9؟ نعم أحسنتم، هو 6 لاعبين. إذا من ركل الكرة ركلة صاروخية؟ من؟ إنه أحمد، أحسنتم. هل سجل هدفا؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ من تصدى لها؟ هل تصدى لها بلال؟ هل تصدى لها الحكم؟ لا، تصدى لها الحارس. إذن جيد جدا، هذا هو النص المنطوق ببساطة. نذهب إلى ورقة العمل التي سأتركها لكم في الموقع كالعادة. هنا دائما قلنا أنه نقرن الحرف بكلمة معينة باش تبقى راسخة في ذهن التلميذ. هنا عندنا راح يلون حرف القاف، وأيضا راح يلون القط، يلون القط ويلون حرف القاف باش تترسخ في ذهنه دائما، خصوصا التلاميذ اللي يوجدوا صعوبة في حفظ الحروف. ثم ماذا؟ نأتي إلى النشاط آخر. إذا ماذا لدينا؟ لدينا تلوين، يقوم التلميذ بتلوين الحروف، الكلمات التي تحوي حرف القاف فقط. وأنا هنا خلطتها لهم بين فيها الفاء وفيها الكاف، لأنه هذه هي الحروف التي يخلط بها بينها التلميذ. إذا يخلط بين الفاء والقاف في الكتابة، ويخلط بين القاف والكاف في ماذا؟ في النطق، على أساس أنهم قريبين في المخرج. إذا لدينا نشاط آخر، رتب الحروف لتحصل على كلمة. هذا شفنا منه كثير كثير، واللي ما شافوش الفيديو الخاص بترتيب، لأنه بعض الأخوات ما يشوفوش الفيديوهات وتكثر الأسئلة حول موضوع معين،
مثل ترتيب الحروف للحصول على كلمة. اللي ما شافوش الفيديو يمر أمامكم من هنا الرابط، رابط الفيديو خاص فقط بهذه الجزئية. إذن هذا هو فيديو نهار اليوم، فيديو قصير جدا. نتمنى إن شاء الله يكون فاتكم بهذا الفيديو ولو بالقليل. نلتقي في الأيام الأخرى مع مواد أخرى وتدريبات أخرى.